واحد العرس كروي واشرف حكيمي مفخره للشباب مدينه القصر كبير ومفخره للمغرب كامل وديما مغرب ديما مغرب. اولا كنقدم واحد كلمات الشكر للرئيس ديالنا سيمو، وثانيا حنا فرحانين بزاف بالقدوم ديال اشرف حكيمي لمدينه القصر الكبير، حنا كنفتخروا به بزاف، هو الوالده ديالو، هو الوالده ديالو الله يخليها له، وكنقدم واحد التحيه للوالده الله يحفظها ليا. كلشي برضا. انا جيت من اسبانيا باش نتلاقى اشرف حكيمي انا وولدي، وفرحانه بزاف بزاف بزاف، ما قدرني حتى شي فرحه، ويعني بغيت نشوفه، بغيت نتصور معاه، بغيت نعرفه بالمدينه ديالنا، بالتراث ديالنا، باي حاجه ديالنا، وبغيت ندخل من جهه اخرى ما قدرت، ندخل من جهه اخرى ما قدرت، حتى كاتب انا باقا كنتسنى، يعني من الصباح وانا كنتسنى. يعني فرحانين بزاف موتشو موتشو، يطينكو موتشو لاكريا فرافيرلو. اي برضا. كنشكروا بعد الاعلام على هذه الالتفاته ديالكم وهذا السهر اللي كتهضروا على هذه الرياضه، وواحد الصدى كبيره كتقوموا بها، والحمد لله احنا عندنا اليوم واحد اليوم يوم عظيم، الله سبحانه عطانا حتى الشمس كيجي المطر باش نحتفلوا بهذا الشاب المغربي والقطر الكبير ديالو هو مدينه القصر الكبير اشرف حكيمي، والحنا الحمد لله كنشكروا المنتخب الوطني، وكنشكروا المنتخب الوطني اسود الاطلس على هذه الالتفاته اللي عطاونا بكاس العالم، الحمد لله لحقنا حتى النصف النهائي، عندنا شرف كبير، وكنشكروا جلاله الملك اللي عملنا هاد الاكاديميه اللي عطات الاشبال ديالها وعطات الثمار ديالها، وحنا الحمد لله من هذه المدينه هذه كنشكروا الناس اللي خدموا مصلحه ديال هذه المدينه، بحال المسجد البلدي الحمد لله، أما الملاعب ديال القرب بزاف ديال الملاعب القرب، وعطوا الاهتمام لهذ الرياضة. الله ينصرو هاد العاين، ما تنسى الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، الله ينصرو، الله يحفظو لميمتو وينجيه من ولاد الحرام، والله ينصر مالكنا والأسرة العلوية، الله ينصرها، عاش محمد السادس، عاش مالكنا، عاش محمد السادس، الله ينصرو، الله يحفظو، الله يكون من نتايجلو، راه هو بانا، هو خونا، هو احبابنا، الله ينصرو ويعاونو. اشرف الحكيمي لمدينه العسل الكبير بعد فوزه بكاس العالم المرتبه الرابعه، وكنحيوا مدينه العسل الكبير، وكنحيوا جمهور العسل الكبير، وتحيه كبيره للصحافه، وتحيه كبيره مرحبا بكم في مدينه العسل الكبير، وتحيه نضاليه. حنين اللي جاي اشرف حكيمي للقصر وجينا نشوفوه، وكنتمنى تدوز الامور مزيانه. ايوا هادشي اللي كاين. انا جيت فرحان سمعتوا اشرف حكيمي. سمعنا جينا نشوفوا، حنا مفتخرين من اللي هو من القصر الكبير. انا جات من كل بلاد. الولد بلادنا. على حساب نشوف اشرف حكيمي. احنا من مولي مسلم باش نحتفلوا باشرف حكيمي، وراه حبيبنا وعزيزنا هنا، وغادي نشوفوه. زيد احنا فرحانين بزاف حساب الحكيمي جاي عندنا وشرف مدينتنا، ومرحبا به في اي وقت، وكنتمنى له مسيره موفقه والجميع ان شاء الله، وشكرا بزاف. بوس موتاش غراسياش اشرف حكيمي بوركي جي موتاش غراسياش اشرف حكيمي بوركي بينيدو اكي كاسل كبير اي ستاموس موي كانتار Todos, porque viniste aquí y muchas gracias, muchísimas gracias para ti. أنا فرحانة ساكنة ديال القصر الكبير، فرحانة كلها بالمجيء ديال أشرف حكيمي، وكنشكروه بزاف على هذه الزيارة للمدينة ديالو، لمسقط الرأس ديال الوالدة ديالو، ومن هذا المنبر كنحيي الأم ديال أشرف حكيمي، وكنقول لها شكرا 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 لأن جبتي هذا البطل هذا، والتتويج ديال وهذه الفرحة ديال مدينة القصر الكبير، والتتويج ديال حكيمي ولد ديال المونديال كامل، كنهديوه لصاحب الجلالة، وكان هذه بالخصوص مدينة القصر الكبير والشعب عامة وديما مغرب، وشكرا الركراكي. أشرف جينا 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 جينا